منتدى التوجيه التربوي بالريش هو واحد الحدث وموعد بارز للتلاميذ وطلبة الجهة، حيت كيمنحهم الفرصة باش يعرفوا ويجمعوا معلومات متعلقة بالدراسة العليا بالمغرب وخارج المغرب، كما كيتيح للتلاميذ إمكانية باش يعرفوا قدراتهم ومستواهم الدراسي ويحددوا مشاريعهم الشخصية والمهنية. أنشطة المنتدى: من بين الأنشطة اللي كيقوم بها المنتدى، أول حاجة كيكون فيه أكثر من 30 تخصص ديال المدارس والمعاهد والجامعات اللي تيكونوا ممثلين من طرف طلبة أبناء المنطقة. ثانيا كيكون أكثر من 20 رواق باش يجاوبوا على جميع تساؤلات الزوار. ثالثا كتعقد لقاءات مع مختصين في التوجيه المدرسي. وأخيرا عروض وطاولات مستديرة. أشنو هي أهداف هذا المنتدى؟ كيهدف أنه يعرف مختلف المدارس والتخصصات والجامعات اللي كتجي من بعد الباكالوريا، وكذلك تحسيس التلاميذ بأهمية الدبلومات الوسيطية DTS, BTS, DUG, DUT، بالإضافة للتأطير ومرافقة التلاميذ وتشجيعهم. والعمل ديال هذا المنتدى ما كيوقفش هنا، بالعكس كيخلي التلاميذ أنهم يحسوا بالتفاؤل والثقة بالنفس باش يثقوا في القدرات والمهارات ديالهم. الفئة المستهدفة: كيستهدف جميع تلاميذ الثانويات التأهيلية بالمنطقة، وخاصة تلاميذ الثانية باكالوريا، وكنخصو بالذكر ثانوية مولاي علي الشريف بالريش، ثانوية لالا سلمى بالريش، ثانوية الإمام علي بكراندو، ثانوية طارق بن زياد بكرامة، ثانوية 18 يونيو بإميلشين. شكرا لكم وإلى اللقاء.